السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لجميع المشاهدين. في هذا الفيديو سأتحدث لكم عن منهجية تحليل النص الفلسفي. مجموعة ديال التلاميذ كيعتبروا بأن لكل مجزوءة منهجيتها الخاصة. بحال كتوردني مجموعة من الرسائل كيقولوا لي كلام مثلا أستاذ أعطينا منهجية ديال الوضع البشري. اللي خصنا نفهموه هو أنه كاين منهجية واحدة اللي هي منهجية تحليل النص الفلسفي كنشتغلوا بها على مجزوءة الوضع البشري، كنشتغلوا بها على مجزوءة المعرفة، كنشتغلوا بها على مجزوءة الأخلاق، وكنشتغلوا بها على مجزوءة السياسة. هذه المنهجية ماشي هي منهجية خاصة بي أنا، وماشي منهجية خاصة بواحد الأستاذ كاين في الدار البيضاء، وماشي منهجية خاصة بواحد الأستاذ كاين في طنجة، ولا كاين في القويرة، بمعنى أن المنهجية اللي كاين منهجية واحدة، هي اللي كناخذوها من الأطر المرجعية المحينة لسنة 2014. وهاد الاطر المرجعيه كيحاولوا يطبقوها على الامتحانات الوطنيه، بمعنى ان هادشي اللي غادي نقول لكم هو مستمد من الاطر المرجعيه المحينه لسنه 2014، وكذلك ما ورد في شبكه التصحيح الصادره عن المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه، بمعنى ان اي شيء كيخالف هادشي اللي غادي نقول لكم هو غير صحيح. علاش؟ لانه ما غاديش نتكلم انطلاقا من الاهواء ديالي، ولكن غادي نتكلم انطلاقا من وثائق. اذا نشوفوا، احنا قلنا غادي نتكلموا على منهجيه تحليل النص الفلسفي. اي حاجه غادي نقولها لكم غادي نرجع ونجبدها لكم من شبكه التصحيح الخاصه بالامتحان الوطني اللي هي تطبيق ديال الاطر المرجعيه. غادي نشوف لكم النص باش اي حاجه قلتها لكم نرجع ونقراها عليكم من شبكة التصحيح. أول حاجة كما كتعرفوا أنه في منهجية تحليل النص الفلسفي ولا منهجية تحليل القولة أو لا السؤال، عندنا المقدمة وعندنا العرض اللي هو التحليل والمناقشة وعندنا التركيب. نبدأ بالمطلب الأول اللي هو مطلب الفهم، يعني المقدمة مطلب الفهم. هذا مطلب الفهم اللي هو المقدمة عليه 4 ديال النقاط. نشوفوا العناصر المكونة للمقدمة أو ما يسمى بالطرح الإشكالي للموضوع. أول خطوة عندنا في مطلب الفهم هي أنه يجب أن نحدد الموضوع، تحديد الموضوع، تحديد الموضوع الذي يتحدث عنه النص. ثم الخطوة الثانية هي تحديد إشكال النص، تحديد إشكال النص. نحيد هذا الألف واللام ونقول تحديد موضوع النص. ثم الخطوة الثالثة هي صياغة الأسئلة الموجهة للتحليل والمناقشة، صياغة الأسئلة الموجهة للتحليل والمناقشة إذا عندنا ثلاثة ديال العناصر. أعيد، العنصر الأول هو تحديد موضوع النص، العنصر الثاني هو تحديد إشكال النص، العنصر الثالث هو صياغة الأسئلة الموجهة للتحليل والمناقشة. ثلاثة العناصر اللي عندنا في الأطر المرجعية وفي شبكة التصحيح. نقرأ عليكم، كنبغيو نصحوا الأوراق ديال التلاميذ. شنو المطلوب منا اننا نلقاو التلميذ او شنو كيخصنا نصحو؟ كيقول لك يتعين على المترشح، هاهي فين هي، يتعين على المترشح في معالجته للنص ان يحدد موضوعه. الموضوع هنا هو مفهوم العلم. يمكن لكم ترجعوا للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدوره العاديه 2018 وتتبعوا معايا وتشوفوا العناصر. وان يصوغ اشكاله، ها هو فين هو، اشكال النص المتعلق بالعنف في التاريخ، يعني بين قوسين هو المحور. وأن يطرح الأسئلة الموجهة للتحليل والمناقشة، هاي صياغة الأسئلة الموجهة للتحليل والمناقشة. إذا هذه هي الخطوات ديال المقدمة أو ما يسمى بمطلب الفهم. ما عندناش شي عنصر آخر من غير هاد العناصر، ثلاثة العناصر اللي عندنا، تحديد موضوع النص، تحديد إشكال النص، ثم صياغة الأسئلة الموجهة للتحليل والمناقشة. أسهل طريقة، مجموعة ديال الكلام كيقول لك ما كنعرفوش كيفاش أننا نديرو نحدو هاد العناصر، غادي نعطيكم باختصار وعمليا كيفاش ندير. طريقة سهلة بسيطة، عندي موضوع النص، الموضوع كنقصدو به هو المفهوم، موضوع النص هو المفهوم. إذا أسهل حاجة نديرها أنا كتلميذ
باش نستطع نحصل على نقطه تحليل الموضوع هي نبدا مباشره بالحديث على المفهوم. مثلا نفترض ان مجموعه الوضع البشري عندي فيها ثلاثه المفاهيم، عندي المفهوم الاول هو الشخص، المفهوم الثاني هو الغير، والمفهوم الثالث هو التاريخ. هادو بالنسبه للشعب الادبيه، يعني بيمسلكها يا الاداب والعلوم الانسانيه. اما العلوم عندهم جوج المفاهيم، الشخص والغير. نفترض مثلا ان عندي نص كيتكلم على الغير، اول حاجه غادي ندير سهله نبدا من الغير. كاين مجموعه ديال العبارات يمكن نبدا بها، نقول مثلا ان الغير يعتبر، الغير يعتبر، الغير ينظر، ينظر إلى، الغير يقصد بالغير، يقصد بالغير مثلا. نقدر نقول إن وجود الأنا، إن وجود الأنا يحتاج، يحتاج بالضرورة، يحتاج بالضرورة إلى وجود الغير، يحتاج إلى وجود الغير. إذن كما كتلاحظوا هذه بعض العبارات اللي يمكن لي نبدا بها وتسهل عليا المأمورية. بزاف ديال الكلام ما كيعرفوش باش يبداو، إذن إذا ما كتعرفش باش تبدا ابدا بهذه العبارات، إن الغير وتزيد تكمل، يعتبر الغير وتكمل، ينظر الى الغير وتكمل، يقصد بالغير وتكمل. ان الوجود، ان عفوا، ان وجود ماشي الوجود، ان وجود الانا يحتاج بالضروره الى وجود الغير. اذا دائما كنحدد الموضوع، اول عمليه كيخصني ندير هي نحدد الموضوع. من بعد ما كنحدد الموضوع كيخصني نحدد الاشكال. اش كنقصدوا بالاشكال؟ هو غالبا، وهذه غادي نقولها غير بين قوسين، الاشكال ديال النص تقريبا هو المحور، تقريبا هو المحور، ولكن ماشي هو المحور. ماشي بالضروره غادي نلقى ان النص يتحدث مثلا، نقول عندي واحد المحور الشخص، الشخص بين الحريه والضروره، الشخص بين الحريه والضروره، هذا المحور الثالث من مفهوم الشخص. ما غاديش نقول ويعالج اشكال الشخص بين الحريه والضروره، لا، يقدر النص مثلا يكون كيتكلم غير على الحرية. غادي نقول مثلا وهذا النص يعالج إشكالا مرتبطا بحرية الشخص. إذا هادشي علاش قلت لكم أنه بين قوسين يمكن نقولوا الإشكال هو المحور. إذا من بعد ما قلنا كنحدد الموضوع كنحدد الإشكال، تكلمت على مفهوم، خلينا مفهوم الغير، تكلمت على مفهوم الغير، هذاك النص قلنا كيتكلم على مفهوم الغير، أشنو القضية من القضايا الثلاث اللي كيعالجها؟ واش وجود الغير، ولا المعرفة، معرفة الغير، ولا العلاقة مع الغير، العلاقة مع الغير. إذا نفترضوا مثلا أن النص كيتكلم لنا على معرفة الغير، من بعد ما غادي نتحدث على مفهوم الغير غادي نقول إذ يعالج، إذ يعالج هذا النص إشكالا فلسفيا، إشكالا فلسفيا مرتبطا، مرتبطا بمعرفة الغير، مرتبطا بمعرفة الغير. هذا غير كنموذج أو كطريقة من أجل أن نحدد الإشكال، ومن بعد غادي تبدأ تتكلم لنا على هذه القضية. بعد ذلك سننتقل إلى المرحلة الثالثة اللي هي صياغة الأسئلة الموجهة للتحليل والمناقشة. تقول ومن هنا مثلا كمثال، ومن هنا يمكننا، يمكننا أن نتساءل، نتساءل، يمكن أن نتساءل نقطتان، ما الغير، ما الغير، وما التخمين مثلا على سبيل المثال، وما التخمين، علامة استفهام، وما طبيعة، وما طبيعة المعرفة، وما طبيعة المعرفة المكونة عن الغير. إذن هذا كمثال يمكن من خلاله أن ننجز مطلب الفهم أو المقدمة اللي عليها أربعة ديال النقط. إذن هادو أعيد وأكرر، هادو هما العناصر الأساسية
التي يتكون منها مطلب الفهم. اولا تحديد موضوع النص، ثانيا تحديد اشكال النص، ثالثا صياغه اسئله موجهه للتحليل والمناقشه. اذا من بعد ما شفنا مطلب الفهم نشوفوا المطلب الثاني اللي هو مطلب التحليل والمناقشه.